تستمر المسيرة من أجل تهيئة شتى غندور. نقول لك شنو اللي نحسوا ولا شنو اللي تحبوا نعرف؟ شنو المطلوب؟ شنو اللي تحس؟ الاحساس نعرفوه، احساس نعرفوه الاحساس هذا. المطلوب المنزلية تفيق. المنزلية تفيق يسرقها ويقعد يفيق. ولكن الرسالة هذه نسمع فيها من أكثر من سنتين. أي. لم تصل إلى حد الآن. هناك مشكل. هناك مشكل صحيح. احنا قاعدين نتعاو باللي نجم. طبعا مش لكن حطوة. البلدية أنا في نظري معناتها رأيي الخاص نجم فوق غلطرة، أما البلدية مقصرة، خاطر مثلا البلاصة هذيك اللي نظفناها عامناها وراها البلدية أقل من سنة، مدة 8 أشهر رجعت كما كانت، يد واحدة ما تخدمش، نورمالمون السلطة المحلية تكون تتعاون مع اللي يحب يخدم. يعني تعتبر انت فما تقصير من ناحيه البلديه اصلا المواطنين ما همش موجودين كان يجيو هنا ثم تو 200 رقم تشوف تو نخرجوا بها اليوم المواطنين زاد عنده كي يتفرج تو في ماتش نتاع البرازيل هو حر يتفرج ما نقولش لا ما زاد يلزم شويه وعي تعتقدش زاد انتم التوقيت نتاع النشاط هذا ما كانش مدروس كما يجب لان ثم كاس العالم الطقس الصيفي ناس تمشي للبحر نهايه اسبوع والله هي لان كل واحد عنده التعليلات نتاعو كيما يحضر الشيء دكتوره احنا لي ديكسيون تاعنا تصاغي ما تقفش يعني ماهيش اون سول اكسيون تو دي سخنه قد تربي حتى اللي عاود تجي الشتاء فصغاري ريبيتيتيف كان مش كل جمعه 18 يوم هات نشوف اخي كاس العالم قريب باش يقعد برا رمضان تو يوفي كاس العالم تاي انت شتاء التكاليف نتاعو يلزمها اعتمادات كبيره بالمليارات فاهمين انتم كجمعيه قايمين بواجبكم في الحملات التاسيسيه وعلى الاقل جلبتوا انتباه البعض من مواطني مزبور عندكم مش عندكم تتعامل مع السلطه خاصه لابال خاصه وكاله حمايه البيئه وغيرها وشافت والبلديه معناتها نورمالمون باش تدرس الموضوع مع الاداره الجهويه فما يجي ثلاثه مرات ثلاث قداش من مره مازلنا مثلا ما قالولناش من وين اللي جا من قبل المونتخي سي بدر الدين سي محمود الشيحاوي التو البلديه يكلمهم نكلمهم ما فماش سي دو في وليش الواحد زاد يبطل خدمته ويقعد نهار كل شاد الاداره فما تواصل برك كان جات البلديه تعطي 20% من جهدها برك قليل شويه 20% من جهدها انا نقول لك تبدل برشا حاجات وانا نعطيك كطبيبه الضغط النفسي اللي يعاني فيه المنزل لهنا شيء فماش واحد يدخل لك يقول لك انا مش ستريسي خاصه بقى اي كيف يجي يلقاها هذه مهيئه احنا قلنا التسيير اللي بحر ما يعاونش فهمي اما وين يمشي بقى انا حاط نهز كرهبتي ونمشي للنظارة نمشي الحمامات هي والمواطن اللي يخدم اللي ما في حالوش علاش تبقى هكايا مهجوره شوف قديش وخاصة الموبيلات نتاع البلدية، البلاصة نظفوها تجي تعاود واحد، فماش سبيدي وما فماش كونترول. كلمة تتوجه بها للبعض من اخواننا المواطنين اللي اليوم ربما لأسباب ما ما لبوش الدعوة نتاعكم وما التحقوش معاكم باش يساهموا معاكم في الحملة هذه. دعوة بكل لطف. احنا راهو حتى شيء ما يجي بالسيف، نمن بهذا أنا، واحد مقتنع يجي، مش مقتنع ما يجيش، لكن ثم ناس تحب ما تجي كان وقت اللي يشوفوها حاضرة باش. باغ اكزومبل يشوفوها من هي امريكا وقتها يحب يجي فما مفهوم التضحيه مفهوم التضحيه على انا نضحي على هذا على خاطر انا قريت في مزبور قيبه وملي في مزبور قيبه وتغربت وكل شيء ورجعت لمزبور قيبه نحب نخلي الامباكت نتاعي لله في سبيل الله دكتوره تراش اللي بعد الثوره عادت وصارت تفرى من الجمعيات ولكن الحس المدني ما كانش متوفر بالسيف المطلوبه خويا برشا جمعيات واللي راه روحه فين البراعه نتاعو يمشي ينخرج في الجمعيه هذيك عجبته ما عجبتوش يخرج يمشي لجمعية أخرى حتى حد ما يشدوا بالسيف نؤمن بحاجة أنا ديما نقولها وديما نقولها الدنيا يوم قبر اليوم نعمل هكا وهاها ورجع لي هاي راجعة هاو شفت كيفاش نص ساعة التالي كيفاش كان أول حاجة هاها اليوم هكا هز رواحهم ومشى وحدهم في واحد لكن جمعية راهي وحدها تنجمش نورمالمون راهي جمعية الكل وإلا تهبط تقول لي أنت الوقت مش مناسب تو يجي وقت مناسب يا بابار تو يبان اللي يحب يشارك يشارك بالمجهود بالكلمة الطيبة على الأقل هذا المطلوب بالتوفيق دكتورة بدرة باهيك بدر الدين خويا عمر هل يمكن الحلم ان يتحقق؟ اكيد اكيد اكبر المشاريع في العالم كانت الانطلاقه نتاعها مجرد حلم
ومش كثير على مازو برقيبه، اولاد مازو برقيبه رجال باش يكون عندهم يعني ولو فسحه شاطئيه. مالاش احنا اليوم نعملوا في حاجه باش نردوا بحر روندو بحر شاطئ مازو برقيبه يعني صالح للسباحه، لكن الهدف هو ساعة اولا ثم استراتيجيه فك العزله تاع البلاصه هذه اللي ضربت عليها عزله متعمده باش تفقد القيمه بتاعها، وحتى الاراضي المحيطه بتاعها زاد المحيطه بها تفقد من قيمتها ويقع تسويقها بعد الى مناطق صناعيه وغيره. نحب نقول اللي راهو مازلنا شادين في الهدف بتاعنا الاخر رمق بحول الله، وحتى تحقيق معناها الهدف وان استرجاع الوظيفه الاساسيه لشاطئ مازو برقيبه هي الوظيفه الاجتماعيه وثقافيه ورياضيه وترفيهيه، خاطر عنده برشا ادوار كان من المفروض ان يقوم بهم، لازم يسترجع الوظيفه بتاعه. ومن المرفوض ومش من المعقول اليوم وانه معناها مدينه ساحليه معناها بقيمه مازو برقيبه اللي عندها تاريخ كبير ياسر معناها في علاقتها بالبحر، اليوم تصبح معزوله عزل تام على محيطها الطبيعي اللي هو يعني الشط. ونحب نوجه دعوه زاده للسلطات المحليه والسلطات الجهويه، راهو خاصه بلديه مازو برقيبه اللي في نظرنا يعني مقصره ومش مقصره، مقصرين وان ما ثماش متابعه لعمليه التخلص من نفايات معناها جرارات تاع مازو برقيبه والا تاع تينجا، معناها كما شفتوا بكري معناها يلوحوا في الزبله في بلايص اللي معناها بذلنا مجهود وفلوس كبيره معناها عم نناول باش نظفناها البلاصه، اليوم رجعت البلاصه اتعس من اللي كانت عليه وهذايا معناها مرفوض. الجهد هذا راي جهد، ثم جهد معناها بدني وثم جهد معناها معنوي وثم ناس معناها قاعد تعاون، معناها ثم ناس دفعت فلوس معناها ما لازمناش ننكروا هذا، وعاونت معناها باش صبينا المحروقات يعني المعدات تاع البلديه والا الغيره من المعدات معناها وكراء معدات باش ننظفوا البلاصه هذه، يعني ثم مجهود كبير قاعد يتبذل. نطلبوا معناها من السلطات الجهويه والسلطات المحليه باش يثمنوا المجهود هذا وما يكونوش هما زاد طرف وسبب في تدهور الوضع معناه وفي معناه ذهاب ولا غياب المجهود هذا. سي بدر، رغم الدعايه الاعلاميه الكبيره اللي قامت به الجمعيه وانت شخصيا من اجل يعني تحسيس المواطنين مازو برقيبه باش يحضروا للنشاط هذا اليوم، لكن رانا ان الحضور يعتبر محتشم نوعا ما، هل هذا باش يسيبكم بالاحباط لا قدر الله ام باش يكون يعطيكم دفعه معنويه وشحنه اكبر من اجل التثبت واليعني مواصله والعزيمه من اجل تحقيق المشروع هذا؟ لا بالعكس، معناها الحضور معناها ما عندوش يعني تاثير على قناعتنا وعلى تواصل يعني بتاع الفكره والمشروع بتاعنا، بالعكس انا نشوف في وجوه جديده اللي ما جاتش قبل، وهذه احنا من ضمن الاهداف نتاعنا ان الناس اللي عمرها ما زارت روندو اللي عمرها ما تعرفوش واللي عمرها ما عرفوه يعني يجيو ويزوروا معناها الشط ويشوفوه، وهما بيدهم زاد باش يبلغوا رساله ويكونوا زاد طرف يعني في الحملات الجايين. ثم حاجه اخرى، ديما اول حمله راهي في اول انطلاقه في الصيف تكون معناها الاقبال نتاعها يكون العدد يكون محدود، لكن من بعد الاقبال معناها يتزايد معناها مع مرور الايام. وكما قلت انا معناها الهدف هو هدف تحسيسي بالاساس، وانه معناها فك العزله على المنطقه هذه اكثر منه عمليه تنظيف، على خاطر نعرف الجهد اليدوي هذا مش يكون عنده يعني تاثير كبير ياسر على الوضع البيئي في الشط، لكن كما قلنا معناها الهدف الاساسي هو التحسيس معناها وان الناس فرصه باش تجي وتشوف شط روندو. ثم ناس جاوا اليوم اول مره نسمع به، ناس ما نحب نشوفه يجي يشوفوه، وهذه من ضمن الاهداف نتاعنا. فكرتوش سي بدر الدين كجمعيه انكم يعني تنظموا يوم تنشيطي مثلا في المكان هذا يعني باش يكون الاقبال يكون اكثر والاجواء تكون مريحه اكثر وجلب الانتباه يكون اكثر؟ اكيد ثم ان شاء الله برمجه يعني في الصيفيه هذه ممكن يصير في خلال شهر رمضان ان شاء الله، برمجه معناها تكون يوم تنشيطي معناها مفتوح للجميع، باش ثم برنامج يعني باش يقع وضع معناها مع بعض الجمعيات اللي موجودين في مازو برقيبه. ونحب نوجه زاد دعوه للجمعيات الكل يعني راهو المشاركه في الحمله والا في البرمجه مفتوحه للناس الكل، ماهيش مقتصره لا على جمعيه الصحه والبيئه ولا غيرها، دونك خاطر هذه الموضوع هذا يهم الناس الكل، دونك الباب مفتوح والاذرع مفتوحه من الاطراف الكل باش تساهم وتدلي بدوله دلوها معناها في الحركه هذه. ان شاء الله بالتوفيق. عايش. كيفاش المشاركه نتاعك في التنظيم نتاعي نتاع شاطئ روندو؟ والله نتعاون مع المجموعه الكل، نحبوا نحفزوا البلاد شويه. هلا قاعدين نبدأ. تو احنا نفرحوا كي نشوفوا بعض الفتيات موجودين اليوم، علاش ما قمتش انت مثلا بتوجيه دعوه للبنات اللي كيفك باش يحضروا، باش يكون حتى الحضور نتاعهم رمزي ويعطي شحنه للغيرهم باش يحضروا؟ والله انا بديت اليوم
اليوم اختي وامي معايا، وما وديتش الفرصه خاطر شي صاحبتي عندهم ما يعملوا الايام هذوما، ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله. طيب ايش تعمل انت توي؟ نظف. ليش نظف؟ يلا. وعليش نظف فيه؟ خاطر امي. طيب ايش تعمل تبيع فيها بعد او ما؟ نظف للناس يعوموا فيه. شنو تقول للناس اللي يمسحوا في البحر؟ ما عادش يمسحوا خاطر يمسحوا في البحر كامل كل. صح. دي دعوة ليها.